مشاهدينا أهلا بكم. قصة مأساوية لشاب زرع كلى لتعود له الحياة، فمات أمس وكان من ضمن ضحايا حادث قطار قليوب الذي خرج عن مساره. في هذه التغطية نستعرض لحضرتكم التفاصيل. خرج أمس قطار قليوب عن مساره ونتج عن ذلك إصابات ووفيات، وكان من بينها سامح ابن مدينة أشمون بمحافظة المنوفية الذي لقى مصرعه في الحادثة أثناء عودته من عمله بالقاهرة. سامح قنديل شاب في بداية الثلاثين من عمره، متزوج منذ 3 سنوات ولديه طفلين، وبينتمي لأسرة بسيطة فأبويه يعملان بالزراعة ولديه أخ وأخت. تزوج منذ 3 سنوات وأقام مع أسرته في نفس المنزل، ولكن حالة الفرح هذه تبدلت بسرعة بعدما تعب سامح وطافوا به على الأطباء وتدهورت حالته الصحية، فقرر الأطباء أنه بحاجة إلى زراعة كلى. فقامت والدته بالتبرع له بجزء من كليتها ونجحت العملية وعادت إليه الحياة مرة أخرى، وبعدها رزقه الله بطفلين أكبرهم 2 وأصغرهم 4 أشهر. ولكن سامح كان يعمل استرجي ولا يمتلك ورشة، لذلك قرر أن يذهب يوميا للقاهرة من أجل أن يعمل ويكسب قوت يومه ويستطيع رعاية أسرته وأطفاله. كانت الحياة مستقرة حتى أمس تبدل كل شيء، حيث خرج سامح ولم يعد. فبعدما خرج في الصباح كعادته كل يوم متوجها إلى عمله مستقلا قطار القاهرة للذهاب إلى الورشة التي يعمل بها في محافظة الجيزة، وبعدما قضى يومه وعاد ليلا لاستقلال القطار مرة أخرى من محطة رمسيس ليعود إلى مسقط رأسه في أشمون. وقع الحادث وعاد جثة هامدة بعدما أعلن اسمه ضمن الضحايا. وقع الخبر على أسرته كالصاعقة، وقالت زوجته وسط انهيار شديد إنهم متزوجين منذ 3 سنوات ولديهم طفلين، وأن زوجها يعمل في القاهرة ويعود مستقلا قطار منوف. وأكملت غير مستوعبة الخبر أنها تلقت آخر اتصال منه قبل استقلاله القطار ليسألهم عن احتياجاتهم، كما أنه تحدث مع ابنه الأكبر قائلا له أنه سوف يشتري له الحلوى وهو قادم، لكنه عاد إليهم جثة. كما قالت أن زوجها كان بين الحياة والموت من 2 لأنه كان يحتاج إلى زراعة كلى، وتبرعت له والدته بجزء من كليتها وعادت إليه الحياة مرة أخرى بعد نجاح العملية. وبعدها أنجب طفلين ولكن مات وكان من ضمن ضحايا قطار قليوب. فيما دخلت والدته ووالده في حالة انهيار تام عقب فقدانهم ابنهما، وسادت حالة من الحزن بين أبناء مدينة أشمون، وأدى الأهالي صلاة الجنازة عليه في أحد المساجد بمقابر المدينة، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة. فسامح واحد من ضمن ضحايا حادث قطار قليوب الذي وقع أمس في تمام الساعة 7:27 مساء أثناء دخول قطار منوف رقم 557 ركاب شبرا منوف كفر إزيات على سكة النفاذي في محطة قليوب لمقابلة قطار 550، تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر في السير، فدخل القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية في نهاية السكة وخرج الجرار والعربة الأولى عن القضبان نتيجة التصادم، وذلك كما جاء في بيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر. ونتج عن الحادث وفاة سامح وثلاثة آخرين و21 مصابا. ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس هيئة السكة الحديدية وجميع قيادات الهيئة بالتوجه إلى مكان حادث قليوب والدفع بكل معدات الرفع إلى الموقع والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات. كما وجه وزير النقل بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولين وحصر التلفيات والحادث بعيد عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة. مشاهدينا إلى هنا تكون انتهت تغطيتنا، وبنتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.